من التطرف، نحن نعيش فيها، وهذه الأشكال من التطرف هي بتخلق، ودي موجودة، أنا أتصور أنها موجودة في كل منطقة، يعني موجودة بدرجات معينة، ولكنها تشتد وتصبح عميقة عندما يلازمها بعض المتغيرات الأخرى، مثلا مثل الحرمان مثلا أو المشقة، عندما تتراكم فكرة المشقة مع نوع من ضيق الفكرة بما فيه نوع مما أطلقت عليه أنا في أحد المقالات العنف المقصود. يبقى عندنا عنف داخلي حلالة لا نقوله ولا، ولكن له يظهر في بعض الفقاعات التي تظهر من هنا، يعني ما بين هنا وهناك، والتي نراها مثلا في بعض السلوكيات الغريبة في التفاعل، إن احنا نجد شخص مثلا في بيهين شخص آخر، أو يعني شفنا أشكال من السلوك في المجتمع المصري بهذا الشكل، يعني الشخص يخرج عن بسبب بسيط وقليل جدا يعتدي بعنف على الشخص الآخر، يعني بتطلع في شكل فقاقيع كده غير منتظمة، ولكنها تبقى مقلقة في نفس الوقت، لأنه هذه الفقاقيع غير المنتظمة ربما تكون تنذر بأنه بفقاعة كبرى، يعني في بعض الأحيان قد تتسع قليلا أو كثيرا. في شكل من أشكال التطرف مهجور موالا بيخلق داخلنا شكل من أشكال العنف المطلوب، ده الطبق الأول من التطرف.